بفضل الله برحب بيكم جميعا، ويلا نتعلم مع بعض سي وسي بلس بلس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله عاوزين نولد الأرقام العشوائية في لغة السي. طيب، بفضل الله الموضوع إن شاء الله سهل، ولكن محتاج منك شوية تركيز. تعال ناخده واحدة واحدة. لما بناخد الحاجة واحدة واحدة مع التأسيس اللي قبله، خد بالك، يعني انت لازم تكون متأسس. يعني احنا مثلا قبل كده تعاملنا مع الوقت والتاريخ والشغل فيه والكلام ده، وتعاملنا مع الأساسيات، وتعاملنا مع حاجات كتير، وخدنا مدخل إلى الرياضيات. تمام، الرياضيات يعني استخدامها. خلاص، فهنا لازم احنا نجمع كل الاساسيات دي ونبقى متاسسين كويس ومذاكرين كويس، علشان اما نيجي ناخد حاجه مكونه بقى من كذا حاجه ما نستغربش. يعني لازم تكون فاهم يعني ايه مودولس، لازم تكون فاهم يعني ايه تايم، التايم بيعرض لك ايه، الكلام ده كله خدناه بالتفصيل بفضل الله. هنا بقى تعالى في البدايه، بص انا هاخدها لك من الاول خالص. هي عامه داله الراند اللي هي بتعمل لك الراندوم، بص راند بتعمل لك ارقام عشوائيه، يعني بتولد رقم عشوائي، يعني رقم انت مش عارف هو ايه. ماشي، الراند لو انا جيت عملت كنترول مع سبيس كده ورحت كاتب راند، هتلاقيها بتيجي منين؟ اصلا بتيجي من الاس تي دي لاب العادي دوت اتش، خلاص، اللي هو المكتبه الستاندرد لايبرري العاديه خالص. تمام، بس واحده واحده بقى. تعالى معلش نعمل انكلود للتايم دوت اتش، وتعالى كده بص هعمل ايه. برنت اف، انا هطبع رقم، خد بالك هطبع رقم وهنزل مين، هنزل سطر. الرقم ده هو ايه؟ هو عباره عن التايم. فاكر التايم لما كنا بنديله هنا نل؟ طيب المهم التايم، تعالى ايه نطبع التايم. شغل، طبع لك رقم، صح؟ رقم قدامك اهو، ماشي. شغل تاني، طبع لك رقم مختلف عنه شوية، شغل تاني، طبع لك رقم مختلف عنه شوية، شغل تاني، وهكذا. خدت بالك؟ لو انا جيت عملت انت اكس سيمي كولون، تمام، ورحت عامل هنا فور اكس بتبدأ من الزيرو، اكس اقل من العشرة، خلاص اكس بلس بلس، خلاص دي كده ايه جواه. خلاص تعال نشغل، هيطبع لي ايه؟ 10 مرات، صح؟ شبه بعض، صح؟ طيب طبعه في وقت واحد. احنا اصلا كده كده عارفين ان لغه السي اصلا سريعه جدا، خدت بالك؟ طب ما تيجي نعمل مثلا رقم كبير، ده لسه بيطبع، ده لسه بيطبع. بص هو كل ده مخلصش، خد بالك الرقم بيتغير. بص الرقم اللي بيتطبع كل فتره بيتغير، بيتغير كل ثانيه تقريبا، صح؟ ما هو ده تايم، صح ولا لا؟ انت واخد بالك من القصه جايه ازاي؟ حلو قوي، انا هفصله خلاص، بس كنت عايز اوضح لك. ماشي، دي كده كبدايه، دي كده كبدايه بوريك انا ايه التايم، ان هو بيطلع لك رقم مختلف. خلاص، المهم كومنت الكلام ده، عايز تقول لنا ايه بعد كده؟ اه، ما انت لازم تركز معايا بفضل الله، نفصص حاجه حاجه. ما هو انت لما تفصص الحاجه هتفهمها، حتى لو انت فهمت منها 50%، ده تمهيد انك تفهم 60 بعد كده، 70 بعد كده، لغايه لما توصل بفضل الله الفهم ايه 100% بفضل الله. المهم تعال نشوف موضوع الراند بقى. يعني انا دلوقتي هعمل برنت اف وهقول له اطبع لي رقم، ما هو الراند دي خد بالك، بص اعمل كنترول مع سبيس واكتب راند، الراند دي اصلا بترجع انت، خلاص. طيب ماشي، انا هطبع رقم خلاص وهنزل ايه سطر. الرقم ده هو عباره عن داله الراند وقوسين فاضيين وخلاص، ادي الراند. طب ما تيجي تشغل 41، شغل تاني 41، شغل تاني 41، شغل تاني. طب ما تكررها، تعال كررها، اعمل لي انت اكس واعمل لي
خلي الاكس دي متاحه بقى للكل وخلاص اهي ماشي. اعمل لي فور ليه، تعالى هنا اعمل لي فور اهي، اكس 0 اكس اقل من 10 اكس بلس بلس، اهي دي كده بقت جواها خلاص. احنا كده نكررها 10 مرات صح، من 0 لل 10 اهي بتتغير صح شويه، يعني الرقم بعد الرقم الاول بيتغير صح. بس الرقم ده عباره عن ايه؟ الرقم ده ايه ماله؟ عباره عن ايه؟ عباره عن رقم، بص ده غير ده غير ده غير ده غير ده، رقم عشوائي خلاص. الرقم اللي طالع ده انت عايزه يوصل لكام؟ يعني انا رند كده وخلاص، يعني انا عايز اعمل رند وخلاص على كده؟ لا، امال عايز تعمل ايه؟ خلاص خد ده كوبي واعمله كومنت وتعالى لي هنا وانا اقول لك بفضل الله. لو انا اديتك رقم كبير جدا، اي رقم، وقلت لك الرقم ده مودلس 10 بتساوي، لازم يطلع لك رقم ما يوصلش لل 10، فاهم ازاي؟ يعني اكتب اي رقم اهو وقول لي ايه مودلس 10 دوس بتساوي 9، اكتب اي رقم واكتب مودلس 10 بتساوي، لازم يطلع رقم ما يوصلش لل 10. نفس الكلام مودلس 100 مثلا، لو انا جيت قلت لك ايه، ادي رقم اهو، وقلت لك الرقم ده مودلس 100 مش 10، 100 مش هيوصل لل 100، خدت بالك ازاي؟ يبقى هنا انا علشان احكم الرند دي، لان انا مش عارف الرند هتجيب لي رقم كبير، مره رقم كبير، مره رقم صغير، مره رقم ضخم، مره رقم كبير، مره رقم صغير، مره رقم كبير، كده. لو انا قلت لها رند مودلس 10 اللي هيتطبع مش هيوصل لل 10، مش هيوصل لل 10. بص 1 7 4 0 9 4 8 8 2 4، انت خدت بالك من القصه؟ بص بجيبها لك من الصفر خالص، مع ان انت لو دخلت على الانترنت هتلاقي اكواد الراندوم دي سهله قوي، وهي قاعده بتحطها وخلاص، لكن احنا مش عايزين نعمل قاعده وخلاص، احنا بنفهمها واحده واحده، فنقوم لما نعملها تبقى على الاقل فاهم اصلها منين، خدت بالك؟ طيب انت ليه قلت لي التايمر في الاول؟ ثواني بس هنعرفها بعدين. كذلك لو انا خدت دي كوبي وعملت ده كومنت كده ورحت جاي هنا كده ورحت ايه حاطط الكلام ده بيست، خلي لي الكومنت ده زي ده وخلاص، يبقى كله شبه بعضه. تعالى بقى اعمل لي ايه مودلس 100 وشغل الرقم، مش هيوصل لل 100، بص في الرنجات مين، مش هيوصل لل 100، خدت بالك من القصه؟ مودلس 1000 مش هيوصل لل 1000، بص 900 و400، انت خدت بالك من القصه؟ واول رقم ده غريب صح؟ بص اول رقم اللي هو على طول 41 طالع لك لما بتعمل مودلس اكتر من 10، يعني بص 41 ده لازق على طول في الاول. بص انت اصلا قبل ما بتستخدم الراند تمام، اعمل لي حاجه اسمها اس راند اللي هي سيد، انا عايز الراند تمام، عايز احط له ايه سيد، عايز احط له حاجه يعني ايه يشتغل على اساسها، فحطيت اي رقم كده وخلاص مثلا، ورحت عامل ايه بالمنظر ده كده ورحت جاي مشغل، بص ال 41 اتغيرت والارقام بقت ايه افكتيف اكتر تمام. بس انا هنا بقى مش هحط الرقم ده، عشان كده بقى اديتك التايم في الاول، التايم هو يخلصك، التايم كده كده بيتغير، التايم كل ثانيه بيتغير، فينفعك في الحته دي بفضل الله، ينفعك في العشوائي، خدت بالك من القصه؟ يبقى انا هقول له السيد ايه ده بعمله في البدايه، بس خد بالك بعمله فين، بعمله قبل ما ابدا الارقام العشوائيه، بقول له اس راند وبحط له هنا ايه التايم، مع اني وريتك انك ممكن تحط اي رقم، بس انا هحط التايم وهدي له هنا ايه نل على اساس يتغير ماشي. شغل كده اهو طالع معاك بالارقام دي، خدت بالك؟ شغل تاني هيطلع لك ارقام مختلفه. خد بالك بقى انك لو ما استخدمتش الاس راند واخد بالك مش هتحس بتفاعل اكتر، طلع لك ارقام 41 67 34،
41 67 34 0. بص انت واخد بالك من الارقام دي؟ بص انا بقفل وبشغل البرنامج من تاني طالع لي نفس الارقام 41 67 34 0 69. بص 41 67 34 0، انت متخيل طلع لك نفس الارقام؟ لكن انا لما بحط الاس راند واشغل طلعت معاك ارقام 27 95 82. لو شغلت تاني هيطلع لك ارقام مختلفه، لو شغلت تالت وهكذا. عرفت؟ عشان يبقى ايه دايناميك معاك، علشان الراندوم يبقى دايناميك معاك. عرفت بقى؟ يبقى احنا ايه بفضل الله كده بنعمل ايه؟ بناخدها واحده واحده. خلاص؟ طيب. حلو قوي، بفضل الله تمام قوي كده. كومنت للكلام ده، كل ده بفضل الله كلام ممتاز، وكل ده تمهيد ان احنا نفهم الراندوم بشكل افضل. كده خلاص هو ده الراندوم على فكره. كده الراندوم انت تقدر تعمل الراندوم في الرينج اللي انت عايزه من الزيرو لغايه ايه؟ ما يعديش الرقم اللي انت هتديه له هنا. ما يوصلش للرقم اللي انت هتديه له هنا، مودولس 10 ما يوصلش لل 10. مودولس 100 ما يوصلش لل 100. مودولس 101 ما يوصلش لل 101 وهكذا. ده كده خلاص، كده احنا كده عملنا الراندوم. تمام كده؟ طب احنا بقى لو عايزين يعني نتعمق اكثر. يعني انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل ميني وماكس، عايز الراندوم ما يقلش عن كذا وما يزيدش عن كذا. انا دلوقتي هاجي هنا كده، انا حطيت اساس للراندوم خلاص ماشي. هاجي هنا اعمل ايه؟ هعمل انت تمام ميني وايه وماكس، وادي ايه سيمي كولون خلاص. طيب حلو قوي بفضل الله. وهاجي هنا هعمل دو، وهاجي هنا تمام هعمل ايه؟ هعمل واي. الشرط بتاعك في حرف هنستلمه طبعا، هطلع فوق اكومنت دي عشان ما يعملليش ايه مشكله، او هو ما كانش هيعمل مش مشكله عادي خليه، لان هي كده كده ما فيش اكواد بعدها. المهم في حرف هستلمه منك تمام كده. الحرف بقى اللي انا هستلمه منك اهو سي بتساوي جيت سي اتش اي، استلمته منك. لو الحرف ده الراجل ايه، تعالى نعمل له برنت، برنت اف هقول له ايه اجين اهو بالمنظر ده، يس ولا نو كده كده تمام كده بس. وممكن تعمل ايه باك سلاش ان، باك سلاش ان على اساس ينزل ينزل بعيد كده، اقول لك عايز تاني ولا لا. ماشي كده. طيب الشرط بقى بتاعك لو السي ده تفضل شغال طول ما السي بيساوي ايه حرف الواي، لو غير ما تشتغلش. وادي السيمي كولون بتاعت الدواير. انا ليه بقى بعمل كده؟ عشان اخليها ايه فعاله معاك. بص هو بالنسبه للشغل بتاعك طبعا في الاول هنستلمه منه مفيش مشكله، يعني تعالى استلم منه، اعمل لي ايه برنت اف، قول لي ايه، قول لي انتر الايه الميني، انتر الايه الميني تمام كده. طيب واستلمه منه برنت اف، استلمه منه سوري اسمها ايه سكان اف، سكان اف استلمه منه، قول له انا هستلم منك، هستلم منك رقم، الرقم دوك حطه لي في الريفرنس بتاع الايه بتاع الميني تمام كده. حلو قوي. وهعمل نفس الكلام مع الماكس، هعمل نفس الكلام مع مين؟ مع الماكس. انا كده بتفاعل اكتر مع الايه، مع اليوزر ماكس. ماشي كده انا استلمت منه ايه الاثنين. بعد لما تستلم منه الاثنين بص خلاص كل ده طبيعي، يعني كل اللي احنا عملناه ده طبيعي جدا. احنا عايزين بقى نخلي الميني والماكس اللي هو دخلهم يتفاعلوا ويطلعوا رقم عشوائي. قاعدة الرقم العشوائي بتتعمل ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. انا هعمل متغير فوق خلاص هسميه ار اللي هو راندوم، او ار نم، ار اندرسكور نم، ايه رايك؟ ار اندرسكور نم او راند نم ايا كان. الار نم ده بيساوي ايه بقى؟ بص خد بالك، ار اندرسكور نم
بيساوي. طبعا الراند بعدين مودولس كذا مفروغ منه، بس هنا بقى انا هعمل القاعده بتاعته ازاي. هاجي هنا انا هحط ده كده جوه اقواس، تمام؟ جوه بقى هنا هعمل الراند. الراند ده مودولس ايه؟ انا هنا في رينج عندي ميني وماكس، فمش هعمل مودولس الايه الماكس، لا ده انا هعمل مودولس. المودولس بقى ما بين اقواس الماكس مطروح منه الميني. هتقول لي طب الميني ده انت طرحته منه ليه؟ هقول لك عشان بره الاقواس دي كلها هزوده عليه تاني. يقوم يتعادل يعمل ايه؟ يعمل معادله. خدت بالك؟ هو ده ايه؟ ده كده الراند مودولس ما بين قوسين ماكس ناقص الميني. وبعد ما يعمل العمليه دي كلها بره الاقواس، يعني بعد الاقواس دي كلها خالصه كده، بعد ما يخلص العمليه دي يزود الميني من عنده. فيقوم كده يطلع لك رقم عشوائي ما بين الميني والايه؟ والماكس. دي كده القاعده. هتقول لي طب انا عايز افصصها. هقول لك مفيش مشكله بفضل الله نفصصها. نفصصها ازاي؟ انت علشان تفصصها لازم تفصص كل حاجه من دول لوحدها. ازاي يعني؟ هقول لك. تعالى الاول اعمل برنت اف. الاول اعمل ايه؟ اعمل برنت اف. قول لي هنا في البرنت اف ده ايه؟ الراندوم. الراندوم ايه؟ نمبر. الراندوم نمبر عباره عن رقم هبعته لك هنا. وانزل سطر. ماشي كده؟ ده الراندوم نمبر. خلاص. فين هو؟ اللي هو الراند. صح؟ الراند ده. خلاص طب انا عايز احطه في متغير بقى عشان اتحكم فيه. صح ولا ايه؟ خلاص. يبقى انت عندك الراند اهو. تعالى هنا اعمل متغير سميه ايه؟ سميه ار، الار العادي غير الار نم. يبقى الار العادي بيساوي راند اهو. ماشي؟ يبقى تحط هنا الار العادي بقى اللي انت حطيت فيه الراند ده. مودلس الماكس والميني موجودين، والميني موجود خلاص. خدت بالك من القصه؟ طيب لغايه هنا بفضل الله تمام قوي. تمام كده اهو. هي دي كده ايه قاعده الايه الراند. هاجي هنا بقى الراندوم نمبر هو الار اندرسكور نم. خلاص دي مفروغ منها. تعالى بقى اعمل لي تحليل للراندوم نمبر ده طلع ازاي. فهعمل برنت اف وهاجي هنا بقى. بص يا باشا هاخد لك واحده واحده. اول حاجه الايه الراندوم ار، خليها ار وخلاص. الراندوم يا باشا هو ايه؟ الراندوم نفسه مش الراندوم نمبر. مش الراندوم نمبر، الراندوم نمبر خلاص طبعته. الار ده الراند نفسه، الراندوم نفسه. الار الار اللي هو الراند اهو. الراند الراند عباره عن رقم ايه؟ هبعته لك. كوما. خد بالك بقى. الميني رقم هبعته لك. كوما. الماكس رقم هبعته لك. كوما. خد بالك كده انا بفصص لك الراندوم نمبر اللي طلع طلع ازاي. هو خلاص دي القاعده بتاعته، بس كده احنا بنفصصه عشان ايه؟ نستوعبه. يبقى انا كده هعرض لك الراند الاصلي من غير اي حاجه، من غير مودولس ومن غير اي حاجه، وهعرض لك الميني لوحده، وهعرض لك الماكس لوحده. ماشي؟ ده تحليل بقى للي حصل لغايه كده تمام. وهعرض لك كمان ايه؟ هعرض لك الماكس ناقص الميني اهو. رقم هبعته لك. كوما. شوف بحللها لك واحده واحده بفضل الله. تمام. وهعمل ايه تاني؟ ده ايه؟ ده الماكس ناقص الميني. تمام. ممكن لو انت عايز ترجع ده مع المودولس مفيش مشكله. يعني ممكن نعمل ايه هنا؟ ممكن نقول ده الماكس ناقص الميني. خلاص تعالى اعمل لي هنا ايه قبله، اعمل لي ار مودولس. ار مودولس الايه؟ الماكس ناقص الميني عباره عن رقم هبعته لك. دي كده الارقام صح.
نقدر نفصص حاجة تاني. ما خلاص، ما هو الراندوم نمبر الناتج معانا والميني معانا، تمام. طيب نيجي بقى ايه، ننزل سطر بقى بعد كل الكلام ده. ابعت بقى اول حاجة هتبعتها الراند نفسه اللي هو الار، تاني حاجة هتبعتها اللي هو الميني، اللي هو الميني، تالت حاجة هتبعتها الماكس. بعد الماكس انا بقرأ هنا وبحطها الار مودولس ما بين قوسين ماكس ناقص الميني. بعد كده، بعد كده الماكس ناقص الميني، اهو الماكس ناقص الميني، صح كده؟ بس لغاية كده تمام اهو. بس تعالى بقى ايه نجرب الكلام ده في اول واحدة. تعالى نحط ايه، باكسلاش ان، باكسلاش ان في اول تعامل يعني، قبل ما يتعامل. وبعدين مش عايزين ننسى ان احنا قبل ما نعمل الراندوم اصلا نعمل اس ايه، اس راند، ونديله هنا التايم بنال، ودي سيمي كولون، تمام. تعالى بقى ايه شغل الكلام ده، تعالى شغل لي الكلام ده كده، تعالى نشغله ونشوف ايه اللي هيحصل. انا مخليه متفاعل بقى، بيقول لي دخل الايه الميني. قلت له الميني بتاعك، الميني بتاعك مثلا 3 يعني، اقل حاجه 3 واقصى حاجه 10. ورحت عامل ايه انتر، راح قال لي طلع لك رقم عشوائي، طلع لك رقم عشوائي هو 8. الراند اصلا كان 8 5 3 واخد بالك 1، ده الراند الاصلي. الراند ايه الاصلي، الميني انت مدخله بثلاثة بايدك، الماكس انت مدخله 10 بايدك، المودلس بتاعهم مع الراند طلع ايه، طلع 5، فلما زود عليه الثلاثة بقى ب8، فمش هيخرج الماكس ناقص الميني ب7، خدت بالك؟ فهو ايه هنا مش هيعمل العملية تاني، هنا هو منتظر ادخله الحرف. طب معلش عشان انا غلطت لما حطيت الطباعة دي هنا، الطباعة دي مش هنا، خدها قط. تبقى هنا بقى، شغل تاني الميني، تمام. نقول ايه مثلا 7 انتر، الماكس 20، رحت دايس ايه انتر، قال لي انت طلع لك رقم عشوائي هو 14. وادي التفاصيل، الرند طلع ب 8 8 0 8، الميني 7، الماكس 20، الار مودولس الميني الماكس ناقص الميني طلع ب 7، والماكس ناقص الميني نفسه ب 13. انت خدت بالك من القصه؟ فهو هنا لما طلع ب 7 وظبط عليه ال 7 بقى بكام؟ بقى ب 14. هيفضل بردك في جربها تاني، جربها تاني، دخل 27 بردك اهو، دخل 27 طلع لك ب 12 مختلف. تاني واي، دخل تاني 7، بص متعمد دخل نفس الرقم 20، بص خد بالك طلع لك ايه ب 12 ماشي. واي تاني 7 و20 طلع لك ب 18، واخد بالك ازاي؟ طيب بفضل الله كده احنا عملنا الراندوم وفصصناها علشان نستوعبها اكتر، لغاية كده بفضل الله تمام قوي. عايز اعمل ايه بقى؟ هقول لك على حاجة، تعالى بقى اشيل كل الكلام ده كده، خلاص كده خلاص فهمناها بفضل الله، الميني والماكس خلاص. تعالى بقى نعمل بشكل بسيط جدا، نعمل فور، تمام. الفور دي اكس بتبدأ من الزيرو، اكس اقل من 10، وادي عندك ايه، نقول الاكس بلس بلس. وجوه هنا انا هطبع بقى على طول، هعمل برنت اف، هطبع رقم عشوائي، مش هعمل بقى منيو ماكس، رقم عشوائي على طول هيبقى عباره عن ايه، انزل انزل انتر، انزل سطر ولا ايه، الرقم العشوائي ده على طول للراند، تمام. مودلس مثلا ما يوصلش لايه، لل10، وادي ايه سيمي كولون.
طبعا هنا اس راند ولقينا التايم اهو ايه ناضي. حلو كده تمام. هنا بقى لو انا جيت شغلت، خد بالك بقى لو انا ايه جيت نفس الفكره، خد بالك لو انا جيت شغلت طبع لي ايه ارقام عشوائيه، خدت بالك من القصه مع راند مودولس ايه مودولس 10. بص شغل تاني اهو ارقام عشوائيه مختلفه تاني اهو تاني وهكذا، خدت بالك من القصه اهو خدت بالك. انت ممكن كمان تتحكم بحيث ان كل مثلا ثانيه يطلع لك رقم عشوائي مختلف، بحيث لو انا جيت هنا مثلا وعملت تايم اندر سكور تي اللي احنا عملناه قبل كده واستخدمناه سميته تي تي ماشي، وادي ايه سيمي كولن، ورحت جاي هنا في كل فور يعني بص انا هعمل الفور بلوك بقى، هعمل هنا الفور ايه بلوك، في كل فور قلت للتي دون يا تي تي انت بتساوي التايم ماشي زي ما عملناها قبل كده وزود لي عليها ايه ثانيه ماشي، زود لي عليها ثانيه زود ثانيه خلاص. فاقوم اجي هنا اعمل تاخير وايل بالمنظر ده كده اهو، تفضل شغال طول ما التي اكبر من التايم الحالي اللي هو تاني ده. على فكره الموضوع ده شرحناه بالتفصيل الممل اللي قبل كده بفضل الله، يعني اللي احنا بنعمله ده بفضل الله شرحناه بالتفصيل الممل قبل كده. وخلاص سيمي كولن انا مش هعمل لك حلقه تكرار، هي خلاص كده تي تي هي خلاص كده تمام. دي بس عشان التاخير ياخر ثانيه قبل ما يطبع رقم عشوائي. شغل بقى كده بص رقم عشوائي رقم عشوائي رقم عشوائي 5 4 4 6 3 0 0 4، خدت بالك؟ يبقى احنا هنا بفضل الله قدرنا نولد ارقام عشوائيه بفهم. استنى استنى رايح فين؟ ويت انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسه دوسه اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الاكاديميه www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.